السلام عليكم. في عام 245 من الهجرة والموافق لعام 859 من الميلاد، وضعت السيدة فاطمة بنت محمد الفهري حجر الأساس لجامع القرويين بفاس بالمغرب، ثم ما لبثت أن ألحقت به جامعة تعليمية منفصلة ما تزال قائمة حتى الآن، إنها جامعة القرويين للعلوم الشرعية والتجريبية والإنسانية، والتي تعد وفقا لليونسكو وموسوعة جينيس أقدم جامعات الأرض على الإطلاق، وتتبعها بعد ذلك جامعة الزيتونة بالقيروان، ثم الأزهر الشريف بمصر، ثم العديد والعديد من الجامعات والصروح التعليمية الإسلامية في مختلف بلاد الإسلام، والتي تدرس فيها علوم الشريعة المختلفة من فقه وأصول وحديث وتفسير واعتقاد وغير ذلك. الأمر الذي يدفع كل متأمل للتساؤل، من أين بدأت هذه العلوم؟ فالرسالة التي ابتدأت بنزول جبريل بالوحي الإلهي واستمرت لنحو عقدين من الزمان، لم تعرف طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر من التفصيل والتخصصية في شتى معارف الشريعة، فمنذ اللحظة الأولى التي نزل فيها جبريل بحراء وحتى تأسيس جامعة القرويين، هل كان هناك جزء من النص مفقود؟ بالنظر إلى الخط الزمني للبعثة النبوية الشريفة، فإننا سنجد مرحلتين رئيستين يتفرع عنهما عدد من المراحل، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. فنرى أن الوحي قد اختص المرحلة المكية برسائل الإيمان وتصحيح العقيدة وإخلاص التوحيد، والأسباب مفهومة ومنطقية، إذ لا يمكن أن تتنزل التشريعات لأناس لم يصححوا اعتقادهم بالمشرع نفسه، ولهذا تأجلت مرحلة الأحكام والشرائع إلى العهد المدني حتى صار المسلمون في سعة وأمان، واتسعت بالتبعية العناية بتشريعات الدين، فعرفوا أحكام العبادات والمعاملات والأسرة والمجتمع والحدود، وأمور جديدة اقتضتها طبيعة الفترة كأحكام التعامل مع غير المسلمين وما إلى ذلك. ما لبث المسلمون أن دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وولوا أبا بكر عليهم، حتى استعرت حركات الردة وبدأت حرب المرتدين الشهيرة التي استشهد فيها الكثير من حفظة القرآن الكريم، ليجد المسلمون أنفسهم أمام مأزق مرتقب لا يحتمل الانتظار. فرسالة الإسلام ما تزال في صدور الرجال، والرجال يموتون، وأول ما واجههم في ذلك الخوف من ضياع القرآن. هنا رجع عمر أبا بكر رضي الله عنهما في أمر جمع القرآن، ولم يزالا في تشاورهما حتى كلف زيد بن ثابت بجمعه من صدور الرجال وكتبة الوحي في مصحف جامع، وبهذا تسنى للمسلمين حفظ الأصل الأول من الشريعة. أما عن الأصل الثاني فلم يكن تدوين السنة شائعا في هذا العهد، إذ كانت ساعة الحفظ بالغة عند العرب، خاصة وأن المعنى في السنة هو المتعبد به أكثر من اللفظ. لكن لما اكتمل الوحي وجمع القرآن أصبح تدوين السنة أكثر شيوعاً بين تلاميذ الصحابة من التابعين، وقد أحصى العالم الهندي محمد مصطفى الأعظمي بعض من دون الحديث والسنة من طبقات التابعين، فكانوا قرابة 50 من القرن الأول، ثم تضاعف عددهم في القرن الثاني، ما يدل على انتشار تدوين السنة في وقت مبكر قبل حركة التدوين لكتب السنة المعروفة لنا الآن. في ظل هذا كان الصحابة يجتهدون وفق ما معهم من الكتاب والسنة في كل نازلة، فإذا واجههم حدث لا يجدون له نصا لا في الكتاب ولا في السنة، كانوا يعملون عقولهم في ضوء ما عرفوه من الشرع وما فهموه من روحه ومقاصده، معتمدين في ذلك على صحبة المعلم الأول
رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتهر بالاجتهاد من بينهم الكثير كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وبسبب هذه الانسيابية فالاجتهاد وقرب العهد بالوحي لم تدعو الحاجة وقتها لتدوين طرق الاجتهاد وأصول الاستنباط، ففقهاء الصحابة كلهم يعلمون القرآن والسنة فضلا عن تمكنهم من لغة العرب وإلمامهم التام بكل أدوات الاجتهاد والقياس. ولكن مع الوقت واتساع رقعة الإسلام وزوال شمس الجيل الأول من المسلمين اتسعت دائرة النوازل وكثرت الأحداث التي تحتاج لبيان أحكام الشريعة، وهو انتقل بعلوم الإسلام إلى مرحلة أخرى أكثر تشعبا وتفصيلا. يقال إن حاجة الناس إلى التدوين تتناسب عكسيا مع وفرة ملكات الحفظ، فكلما قل الحفاظ كانت الحاجة إلى التدوين أكبر، وكلما زادت الفروع عن الأصول كان الداعي إلى توثيقها وتنظيمها أشد. وبعد فتنة الخوارج في أواخر عهد الخلافة الراشدة وتتابع الفرق المارقة انتشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح المسلمون في حاجة لتوثيق شريعتهم وحفظها من مصير الشرائع السابقة. وكما بدأت رحلة الحفظ بالقرآن أول مرة، كان لابد لها أن تبدأ من عنده في الرحلة الثانية. فأول ما كان من العناية التفصيلية بالشريعة هو حفظ تلاوة القرآن كما أنزل من الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك أمر علي بن أبي طالب أبا الأسود الدؤلي بوضع علم النحو لضبط ألسنة الناس على النطق الصحيح، وازدادت العناية فترة بعد أخرى بالقرآن حتى اجتمعت لأجله ما تعرف الآن بعلوم القرآن كالتفسير والقراءات والتجويد والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وغيرها من العلوم التي تنامت بمرور الزمن. ثم أتى الدور على السنة، فأنشأ المسلمون علم الرجال للبحث في أحوال الرواة ونقلة الحديث والنظر في أحوالهم من حيث العدالة والصدق والحفظ وما إلى ذلك. فبدأ تدوين السنة في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، ثم تنامت الحركة وتطورت حتى اشتق منها عدد من الأقسام والفروع. أما الفقه فقد كانت بدأت حركات التدوين بمدرستين، الأولى مدرسة أهل الرأي في العراق، وقد أخذوا الاجتهاد عن ابن مسعود رضي الله عنه حتى تطور عنها المذهب الحنفي على يد الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومن بعده صاحبيه محمد بن الحسن والقاضي أبي يوسف. أما المدرسة الثانية فكانت مدرسة أهل الحديث في المدينة، وقد تطورت على يد تلاميذ الصحابيين زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ليظهر بعد ذلك المذهب المالكي على يد الإمام مالك بن أنس. ثم جاء الإمام الشافعي فجمع بين أصول المدرستين، فأخذ بالحديث واستعان بالرأي، ووضع أصول المذهب الشافعي، ووضع في كتابه الرسالة نواته الأولى لعلم أصول الفقه، وتوثقت بذلك طرق الاستدلال والاجتهاد، وحفظت لمن بعده من المجتهدين حتى تطورت وتشعبت وأصبحت علما تأسيسيا لا غنى للفقهاء عنه حتى الآن. ثم جاء الإمام أحمد فتتلمذ على يد الشافعي واطلع على كل هذا التراث الضخم واستثمره وأضاف إليه إضافة لتخصصه بعلم الحديث، مخرجا آخر المذاهب الفقهية المشهورة وهو المذهب الحنبلي. وعلى هذه الوتيرة استمر علماء الإسلام جيلا بعد جيل ينقلون العلم ويتعاهدونه بالحفظ والدراسة، فينقحون ويضيفون ويفرعون حتى صار للمسلمين تراثهم الاستثنائي الذي لا نظير له، وأصبحت لديهم أدواتهم الخاصة ومنهجياتهم الدقيقة في التعامل مع كل حدث ونص. ولم يكن دافعهم لذلك الحصول على شهادة أو رتبة، وإنما دافعهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إلى اللقاء.